للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عضو التحالف الوطني المعارض الأستاذ لبيد الصميدعي. أستاذ لبيد، بداية مرحبا بكم. بما تفسر كل هذا الوقت المستغرق من قبل شركاء العملية السياسية لتشكيل ما يسمى الكتلة البرلمانية الأكبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بالتأكيد العملية استغرقت وقتا أكثر مما هو متوقع، والأسباب واضحة. الأسباب أولا لأن هناك خلاف كبير فيما يتعلق بالكتلتين. الخلاف يتعلق بالحقيقة في الاستجابة في مسألة، في الخلاف تأثر بأجواء الخلاف بين أمريكا وإيران. نحن نعلم بأن أمريكا ترامب اتخذت عقوبات منذ نحو شهر، اتخذت عقوبات ضد إيران، وهذه العقوبات مرشحة لأن تزداد صرامة حسب ما وعود ترامب. إيران تريد أن تستثمر نفوذها الكبير في العراق من أجل أن تحسن وضعها التفاوضي وتضغط على أمريكا باتجاه التراجع عن هذه العقوبات مستعينة بضغط أوروبي. لذلك إيران حريصة جدا على أن تكون الحكومة المقبلة هي حكومة موالية لها ولاء مطلقا. أمريكا لا تريد ذلك. أمريكا تراهن على استمرار حيدر العبادي في الحكم، باعتبار أن حيدر العبادي نجح في فترة ولايته من مسك العصا من الوسط ووقف على مسافة متساوية من أمريكا ومن إيران. أمريكا في نفس الوقت خائفة من أن من أي صراع يحدث في داخل العراق، صراع شيعي شيعي، لأن وضعها حساس، لديها قوات كثيرة في العراق، وتخشى أن إذا اضطرب الوضع الأمني في داخل العراق وخصوصا في العاصمة العراقية سيؤثر ذلك، سينعكس، ستتطاير شظاياه على قواتها وعلى وجود المبعوث الكثيرة. الأمريكي أستاذ لبيد الصميدعي، وجود المبعوث الأمريكي مع قاسم سليماني في العراق في أثناء تشكيل الكتلة الأكبر، يعني على ماذا يدل؟ البعض يصفه أنه صراع أمريكي إيراني في العراق، أما البعض الآخر فيصفه تخادما بينهما. نعم، قاسم سليماني كما نعلم هو الرجل الأساسي في الذي يمثل إيران في العراق، بل هو الحاكم الفعلي للعراق إذا أردنا أن نتكلم بصراحة ووضوح، لأن العراق كما نعلم بلد فاقد السيادة وأصبح لقمة سائغة في بيد السيد الإيراني. بالنسبة لأمريكا، بسبب تجدد الخلافات أو تصاعد الخلافات فيما بينها وبين إيران، لا تريد أن تسلم العراق كما في السابق تسلمه بطبق من ذهب بالكامل لإيران، لأن أمريكا تعرف أن إيران تعرف كيف تستخدمه كورقة للضغط عليها كما أسلفنا. لذلك أمريكا حريصة على أن تكون الكتلة الممثلة بسائرون والنصر والحكمة، بالإضافة إلى القائمة الوطنية ممثلة بعلاوي، مع الكتل الأخرى كالتغيير والجيل الجديد الكردية، تأمل أن تشكل الكتلة الأكبر، لكنها في نفس الوقت راغبة في أن تكون هناك شراكة أيضا مع الكتل التي تعتبر موالية لإيران، لأن أمريكا ترغب في أن تكون هناك حكومة قوية، وكما أسلفنا ترغب في عدم حدوث أي تصادم بين الكتل، خصوصا الكتل الشيعية، لأنها هي التي تملك الميليشيات، وأي تصادم فيما بين هذه القوى سيؤثر على الوضع الأمني الأمريكي. ونعلم أن أمريكا وجهت إنذارا لمواطنيها بعدم التوجه إلى بغداد بسبب توقعها بحدوث اضطرابات أمنية. شكرا لك أستاذ لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض لوجودك معنا في هذه النشرة.